مشاهدينا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج البيت. بالنسبة للحاجات اللي هي الصغيرة اللي بتبقى موجودة بقى، يعني هل مثلا أباجورة لوحدها تكفي ليكون ديكور لوحده، ولا لازم يكون معاها برضو حاجات على الترابيزة نفسها؟ يعتمد على طريقة الديكور اللي احنا متبعينها، أو طريقة الأسلوب اللي احنا واخدينه في البيت كله. مثلا في اتجاهات في الديكور الحديث، حاجة اسمها less is more، كلما كان أقل كلما كان أكثر، اللي هو زي حاجة اسمها مثلا من الأساليب دي الزن الياباني. تبقى كل ما كانت الدنيا رايقة وفيها عناصر أقل كل ما أحسن. معلوشة تو وشيماء أنديل، وهنتكلم دلوقتي عن الأبليكات الرائعة دي. احنا عشان شغالين في الموديلات الفرنسية، فإحنا عندنا حاجات كتير، عندنا الويكنز، عندنا الويساز، عندنا الأمبير، حتى عندنا المايتراز. يعني احنا بنعمل كل ما هو فرنساوي قديم بنعمله، كل الطرازات والعصور. يعني مع ضيفتنا العزيزة باشمهندسة نبيل العياط، ان كل واحد فينا ليه ذوقه، والذوق مش بيتغير. اكيد بتاعنا بيتطور لكن ما بيتغيرش، فانت دايما هتلاقي ان دايما بيلفت نظرك نفس الحاجة او نفس الفوكابولري او المفردات، سواء في تابلو، في اباجورة، في مراية، فدي طبعا بتحكم الاول ذوق كل واحد فينا. النهاردة بنحتفل بمناسبة خاصة جدا، وهو فالنتاينز داي. هنقدم أفكار جديدة إزاي هنقضي اليوم ده وإحنا في البيت، هنغير مود البيت. معايا نسرين النهاردة هتكلمنا عن أفكار جديدة إزاي هنوظف الحاجات دي ونحط لمسات بسيطة جدا في البيت عشان اليوم ده. بالمناسبة دي أحب أهنيكوا بشم النسيم، وكل سنة وانتوا طيبين. وكمان النهاردة الحلقة هتضم أفكار عن إزاي هنقضي اليوم ده في البيت. الألوان اللي اخترتها، اخترت في أورنج كتير. أورنج وتركواز، زي ما احنا شايفين في عندنا قدامنا الرنجة والوان كتير وخضرة وكده. بشكركم وإلى اللقاء حلقة قادمة من البيت.